رسالة مني لحضراتكم جاي أعرضها وموضوعاتها راح أكتبها وأحددها بس انتوا برضو تأنسونا وتتابعونا ده وجودكم ينور برامجنا وحيسعدنا عن انفلونزا الطيور راح تبقى اليوم رسالتي وحيبقى ليا دور في المعلومات يا خالتي عشان الناس غلابة وحالتهم زي حالتي، وأنا هدخل في المفيد عشان ما يضيحش وقتي. ما هو المرض ده مرض خطير والمسبب ليه فيروسي. وإن أهملت الوقاية يضيح طيري وفلوسي. عشان كده من اللي فات راح أتعلم دروسي. وحقول على المعلومات لأمه سيد وبوسي. ومن المعلوم يا سادة والمعروف ان الامراض لحظه ما بتصيب الكائن عالكائن تظهر اعراض واعراض المرض ده راح اقولها لك يا سعاد وحقولك لك التوصيه زي ما جت في الارشاد واعراض المرض عالطيور الطيور يا هنيه ارتفاع الحراره وصعوبه تنفسيه وخمول على الفرخه يظهر وافرازات مائيه وتلاقي الريش خشن في طيورك يا زكيه وتلاقي البيض مشوه وقليل حبتين والعرف لونه يتغير وكمان الدليتين وتلاقي ورم في الراس وتقولي ده جه منين واحتياطات الوقايه راح اقولها في كلمتين ما الإصابة بتتنقل بين قطعان الدواجن بتلوث في العلف والعنابر والأماكن من إفراز طير مصاب مهاجر أو ساكن أو تلوث في المسائي أو في مياه الجراكن أما عن طرق الوقاية اللي جت في التوصيات لو عنبر كان فيه إصابة راح نعدم كل الحالات والعمال في المزارع نحميها بالقفازات وقناع الوجه واقي من الخوف من الفيروسات ونسيب الشمس تدخل في المطرح مرتين عشان ترفع حرارته وأرش الفورمالين ومركباتنا شادر يا عم الشيخ حسين وحدعي وأقول يا رب وانتوا قولوا امين وفي الختام مليون سلام لولاد بلدنا وخلاني ولقائي بيكوا حيتجدد اكيد اكيد في معاد تاني